فانا سعيده جدا جدا باستعاده المهرجان، وحاسه كده ان المسرح هيرجع تاني ويبقى اقوى من الاول، وزي ما كل حاجه رجعت في مصر هتبقى اقوى من الاول. وسعيده كمان ان النهارده يوم بكرم الفنان العظيم استاذ كرم مطاوع، و يعني المسرح بيفكرني بذكرياتي كراقصه في الفنون الشعبيه. شايفه ازاي المهرجان ده مختلف عن المهرجانات اللي فاتت؟ اه طبعا المهرجان ده شكله كده هو ده قيمه المسرح، لان المسرح ده ابو الفنون، اقوى حاجه في الدنيا هي المسرح، هو لازم يبقى بالقوه دي وبالجمال ده، ويعني لازم يتعمل له هيبه كده طبعا. امال ايه؟ ايه رأي حضرتك؟ شايفه دور المهرجان ازاي في انتعاش المسرح؟ لسه بقى يعني دي البدايه، ان شاء الله هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. دي خطوه مهمه جدا، خطوه بتشجع كل واحد عنده اعمال عشان يرجع المسرح بشبابها وخريجين المعاهد معاهد الفنون المسرحيه يرجعوا. شايفه دي خطوه بتحفز كل الناس طبعا. شايفه حضرتك المسرح محتاج ايه عشان يرجع زي ده؟ بيرجع محتاج الحب، محتاج الصدق، محتاج العمل، العمل بجدية، هو ده اللي محتاجه. ممكن نشوف حضرتك على خشب المسرح؟ اه ليه لا؟ طبعا لو عمل كويس. استاذة عايدة، جمهورك ما بيشوفكيش غير فين وفين، ايه سر غيابك؟ ابدا ده انا موجودة، ببقى مشغولة في التصوير بس. ايه رأي حضرتك في كلمة نمبر 1 في الفن؟ ايه رأي حضرتك في كلمة نمبر 1؟ نمبر 1 في الفن المصري؟ الكلمة زي ما تكون واحدة تقول لك انا بطلة الجماهير، صندريت الشاشة، يعني حاجات أسامي بتطلع كده ويطلعوها وكده، ما فيهاش حاجة كده، ما فيهاش ستريس، يعني واحد يعني معناها إيه وإيه السبب وحلوة ولا وحشة، يعني ما فيهاش أي حاجة زي ما أي حد، زي سيدة الشاشة، زي كذا، زي ما الحاجات بتطلع كده. بس طبعا الحاجات بتطلع، هو يستحق يعني اللي يقول على نفسه في إيه، نجم والناس بتحبه وليه حاجات علمت مع الناس جامدة جدا جدا. نشوفك في عمل قريب في السينما؟ إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.